وجبة المستعجلين، الوجبة كاملة كله في الكيس، الرز والخضار والفرخة من غير وقفة مطبخ كتير ولا مواعين. بس في الأول حضري الخضار اللي بتحبيه، كوسة، طماطم، جزر، بصل، فلفل. وفي الأول كده هاتي واحدة بصل، واحدة طماطم، 5 فصوص ثوم، والملح وفلفل أسود وحبها الناعم وبابريكا وبهارات فراخ ومعلقتين خل، وفرميهم كويس في الكبة. وهاتي الفرخة اعملي فيها فتحات تحت الجلد وتبليها كويس قوي، وباقي التتبيلة سيبيها في الكبة هنحتاجها بعد شوية. بعد كده هنقطع الخضار شرايح بالحجم اللي تحبيه، وحضري كمان 15 فص ثوم معاكي. وبعد كده هتجيبي 2 كوباية رز بسمتي تنقعيهم في المية نص ساعة. بعد كده هنجيب التتبيلة ونزود عليها 1 كوباية مية، وهنحتاج 1 كوباية مية كمان، يعني كده معانا 2 كوباية مية مع التتبيلة مع رشة كركم وفلفل اسود وحبهان و5 وحدات قرنفل. وهنجيب الكيس الحراري اللي حجمه كبير، وهنرص البصل والبطاطس والكوسة والجزر والفلفل، وعليهم الثوم متقطع شرايح. وصفي الرز وحطيه في النص ووزعي عليه 2 كوباية المية المتبلين، وما تنسيش الملح، وحطي الفرخة على الوش ووزعي عليها 2 معلقة سمنة. وقفلي الكيس كويس واعملي فتحة صغيرة في الجنب، ودخلي الصينية فرن سخن مظبوط على أعلى درجة، رفل في النص والنار من تحت بس أول حاجة نص ساعة. بعد كده خلي النار 180 وسيبي الصينية ساعة كمان، وكلي أحلى وجبة سهلة وسهلة. الشيش طاووق ليه من بره تشتريه وتدفعي فلوس كتير فيه؟ جربي تتبيلتي من غير فرن هتعمليه وبأحلى طعم هتاكليه. بس في الأول هاتي 2 طماطم وواحدة بصل وسط، وفرميهم كويس قوي لحد الخليط ما يبقى ناعم. بعد كده حطي للبصل والطماطم 2 كبار زبادي ومعلقة كبيرة مستردة، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، بهارات فراخ وبابريكا، وربع معلقة قرفة، و2 كبار خل، وقلبي التتبيلة كويس وما تنسيش الملح. وهاتي 1 كيلو صدور فراخ متقطعة مكعبات او وراك زي ما تحبي، وتبليها حلو، حطيها في التتبيلة ساعتين او بيتيها في التلاجة طول الليل. وهاتي العيدان الخشب بعد ما تنقعيها ربع ساعة في المية، ورص الفلفل الالوان والبصل وصدور الفراخ، وباقي التتبيلة حط لها شوية زيت ومعلقة صغيرة صويا صوص، وادهني الخضار مع الفراخ كده، الخضار هيطلع معاكي متبل هو كمان. وعلى الجريل حطي شوية زيت، اول ما يسخن انزلي بالشيش طاووق وقلبيها على كل ناحية، وكلي احلى شيش طاووق. ضروري تجربي المحشي في الفرن، رصي المحشي في الصينية ومع الفرخة ودخليه الفرن، المحشي هيستوي والفرخة هتتشوي. بس نشوح الأول بصلاية في شوية زيت، وننزل بمعلقة هريسة الفلفل الشطة، وبعد كده ننزل بالطماطم ونسيبها تتسبك. ونجيب بصلاية وسط مع 2 معلقة طماطم مفرومين، رشة فلفل أسود وحبهان وبهارات، ونتبل الفرخة. نرجع للصلصة هنلاقيها اتسبكت، نحط لها الملح ورشة الفلفل والكمون والبهارات والقرفة، ونقلب، وننزل بالرز ونقلب، ومعلقة بصل مفروم ني ونقلب، ونطفي النار ونحط الخضرة ونقلب. هات الصينية حطي في النص برطمان وجواها ورق لوري وحبهان وطماطم معصورة ومية وملح، ورصي في الصينية عدن الخضرة وكم شريحة طماطم، ولف المحشي ورصيه. وحطي الفرخة على البرطمان وكتفي رجليها، وما تنسيش الشوربة اللي هتسقي بيها، حطي لها شوية طماطم معصورة وقلبيها، واسقي المحشي وخلي الشوربة واصلة لأول صف. بعد كده قفلي عليه كويس ودخلي الصينية على الشبكة، بس خلي الشبكة فوق الصاجة على طول، نص ساعة على نار عالية. بعد كده ساعة وربع على نار وسط، وكلي أحلى.